جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، وردتنا رسائل كثيرة وأسئلة كثيرة من بعض الإخوة والأخوات. هذا يسأل يا شيخ، يقول: الآيات القرآنية التي تقرأ على المريض، هل يكتفى بقراءة الفاتحة فقط أم معها سور أخرى؟ نعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ثلاث السور: الإخلاص، والأعوذ برب الفلق، والأعوذ برب الناس. وإن زاد وقرأ من القرآن ما تيسر فهو حسن. نعم.